السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محبي فتي حسن وقناة فتي حسن. اليوم اخوتي انتم شفتوا شنو وقع، عطيناكم الطريق ديال الاوردر، عطيناكم الطريق ديال الاوردر دو، حطينا في لا سيربريز، عطيناكم 9/7/16 سيتادير الطريق ديال الاوردر. وبالنسبه ل 11 كنا ما كانش عندنا الصراحه، كان عندنا بارمي لي ديليسي ميدو، كان عندنا في لي سيربريز ما كتب شيء، ولكن المجهود ديالنا يعني ما مشاش خاوي، بويسك حطينا الطريق ديال الاوردر، لان شحال ديال القنوات كلشي كان مرشح بازير لاغان، احنا رشحنا 9 لاغان، رشحنا 7 غيجي يدي تنافس هو و9 على لاغان، ولكن من بعد كنقول لكم بان 9 اللي غيغاني، وفعلا يعني حطينا الطريق ديال الاوردر 9/7/16. بقات لكم على بنادم دائما يحاول ما امكن يكمل من راسه، على اي مجهود ديالنا ما مشاش خاوي. بالصحة والراحة الاخوان اللي استفدوا، وساعتكم سعيدة، والسلام عليكم. ولي لايك الخوت، لي لايك. المهم انا ربحت بزاف ديال القنوات اللي هي عالمية اليوم، اللي كانت كتقول بان بازير غادي يكون اون تيت، انا ربحتهم اليوم. انا حطيت الناف اون تيت، حطيت 7 دوزيام، حطيت 16 تروازيام، وفعلا ربحتهم كاملين، وهذا بفضلكم وفضل التشجيعات ديالكم وفضل الجهد اللي كنقوموا به، وتبارك الله عليكم. وشجعونا الخوت، شجعونا، الله يحفظكم. ولي لايك، لي لايك، الله يعاونكم، وساعتكم سعيدة.